بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق متابعين قناة الإعلام الكبير أستاذ عبد الناصر زيدان وقناة كرة بلدنا، تحياتي يابا. وبعد انتهت منذ قليل مباراة الزمالك وفريق النجم الساحلي بذهاب الدور قبل النهائي من البطولة الكونفدرالية. الزمالك نجح إنه يفوز بالمباراة بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في الشوط الأولاني، لكن الحقيقة الفوز بهدف نظيف ده هنا في مصر تعتبر نتيجة مقلقة شوية وتقلق كتير من الزملكاوية. اتمنى ان الزمالك يلعب هناك في مباراه الاياب بطريقه هجوميه، يعني يلعب يعني يحاول يهدد فريق النجم ويحاول ان هو يحرز اهداف علشان يحرج فريق النجم ويقدر يتمكن من التاهل للنهائي. لو احنا شفنا مباراه النهارده الزمالك في الشوط الاولاني ادى بصوره كويسه، وصل لمرمى النجم، عبد الله جمعه في بدايه المباراه مرر كره عرضيه خطيره جدا لاوباما لكن للاسف فشل في التعامل معاها، وبعديها الزمالك هاجم وكهربا سدد كره قويه فوق العارضه وتمكن من احراز هدف، وكل الزمالكاويه توقعوا ان الشوط الثاني الزمالك هيكون افضل من الاولاني، لكن للاسف الشوط الثاني النجم هو اللي ظهر بمستوى افضل ونجح في تهديد مرمى الزمالك في اكثر من فرصه خطره لولا محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق اللي نجح في التصدي لاكثر من هجمه، وفي تسديده بالراس كانت قويه جدا تعامل معاها بصوره كويسه، برضه في انفراد انقذه. فانا شايف ان نجم الشوط الثاني من فريق الزمالك هو محمود عبد الرحيم جنش، وطبعا زي ما تالق هنا في الشوط الثاني اتمنى تالقه ان شاء الله في مباراه الاياب اللي هتقام يوم الاحد اللي جاي في مدينه سوسه في تونس. اجمل شيء في المباراه عجبني الحضور الجماهيري الكبير ومسانده جماهير الزمالك للفريق، وطبعا منظر جماهير الزمالك في المدرجات بيفرح اي زملكاوي. الشيء اللي ما عجبنيش تغييرات مستر جروس. تغييرات مستر جروس للاسف في المباراه ما كانتش جيده من وجهه نظري، يعني خرج كهربا ونزل محمد ابراهيم رغم ان كهربا كان هو اللي بيوصل وكان بيهدد فريق النجم وكان بيصنع خطوره على فريق النجم، برضه عمل تغيير وخرج ابراهيم حسن ونزل احمد سيد زيزو. ده كان التغيير الاول اللي هو خروج ابراهيم حسن ونزول احمد سيد زيزو. انا شايف ابراهيم حسن زي احمد سيد زيزو، لا ما ضافش جديد، يبقى كان ابراهيم حسن كمل وكان ممكن ينزل مكانه ايمن حفني او ينزل ايمن حفني، لان دي مباراه زي دي كانت محتاجه ايمن حفني. برضو التغيير الثالث اللي هو خرج اوباما، بس اوباما طبعا خرج باين ان هو خارج مصاب، ونزل حميد احداد. شايف ان حميد احداد الكره اولا ما لحقتش تجيله، الراجل ما عملش اي حاجه، الوقت ما سعفوش ان هو يقدم اي مستوى. برضو انا ما اعرفش مباراه زي دي كانت محتاجه ايمن حفني، بالذات لما الشوط الثاني فريق النجم بلغه الكره ركب الملعب وكان بيهدد مرمى الزمالك، كان لازم ايمن حفني يكون موجود بعد ربع ساعه بالكتير من الشوط الثاني. ايمن حفني عنده مهاره، يقدر يصنع هدف، يقدر ياخد فاول على ال 18، يقدر ياخد ضربه جزاء، يقدر ينقل الزمالك لنص ملعب فريق النجم. اللي كان بيعمل الدور ده كهربا، مستر جروس طلع كهربا، معرفش ازاي يخرج لعيب فايق جايب جون بيأدي بصوره كويسه، وانا حتى لو كهربا بيهدر فرص كتيره او في نص مستواه ما يخرجش من الملعب، لان هو من اللاعبين القليلين جدا في الزمالك اللي بينجح ينقل الفريق من حاله الدفاع للهجوم، وبيسحب الفرقه في نص ملعب الفريق المنافس. ودي ميزه كبيره جدا انه عنده سرعه وعنده مهاره وبياخد كورنر وبياخد فاول وبيسجل وبيصنع خطوره، لازم يكون موجود في الملعب. طبعا كويس ان اتحاد الكره خد قرار بتاجيل مباراه الانتاج الحربي. مباراه الانتاج الحربي اللي كان المفروض هتتلعب اول مايو اتاجلت، هتتلعب يوم 15 مايو، كده عندنا فرصه اسبوع نستعد لفريق النجم. فريق النجم فريق محترم، انا شخصيا سافرت مدينه سوسه وحضرت مواجهه للزمالك امام النجم. مدينه سوسه قريبه جدا من مدينه بورسعيد، هناك كل الناس بتعشق النجم، الاتوال اللي هو النجم، اتوال اتوال دي في كل حته، ما بيبيعوش تيشرتات غير تيشرتات النجم، مهووسين بالنجم، ده حقهم، ده فريقهم، هما بيحبوا فريقهم، ده حقهم. فطبعا المباراه هتكون صعبه، لكن انا عندي ثقه في رجاله الزمالك ان احنا زي ما قلت ربنا يكرمنا ونسجل في مرمى النجم. لو سجلنا هناك في تونس في مرمى النجم اعتقد ان احنا ان شاء الله هنحجز بطاقه التاهل للدور النهائي باذن الله من البطوله الكونفدراليه. وأشكر متابعين قناة الإعلام الكبير أستاذ عبد الناصر زيدان وقناة كرة بلدنا، أتمنى لكم أوقات طيبة وألتقيكم بإذن الله في فيديو جديد. كان معكم الناقد الرياضي علاء حمام.